الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يعني باقي آخر درسين من الكتاب، وأنا لحد الآن ما ضبطت اسم عنوان الكتاب لأن العنوان طويل. طيب، نحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر العاشر لعام 24 و2000، وهذا الدرس قد يكون قبل الأخير أو الأخير حسب الوقت. تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: أسئلة في الأطعمة والأشربة والأيمان والنذور. ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة؟ السؤال 89: عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة؟ الجواب: وبالله التوفيق، الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا يتناوله جميع الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرها، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. نعم، الأصل أن الله عز أباح لنا كل ما في الأرض، كل طعام هو حلال، كل شراب هو حلال. إذن ما المحصور؟ ما أحله الله ولا ما حرمه الله؟ ما حرمه الله. الله جل وعلا أنعم علينا من نعم الظاهر والباطن، كل ما شئت واشرب ما شئت مما أباح الله عز وجل لعباده. لو وجدت طعاما أو فاكهة أو سائلا لأول مرة تراه في حياتك، بسم الله اشرب، بسم الله كل، ما لم يأتي مما حرمه الله عز وجل. فالأصل هو الإباحة في الأطعمة والأشربة، ليس منها شيء حرام إلا ما حرم الله ورسوله، هذه قاعدة. واضح؟ طيب كمل. ولهذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه، فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. إذا كان الطعام نجسا أو خبيثا فيه ضرر يحرم. والأصل أن كل الأطعمة بحمد الله عز وجل طاهرة وطيبة. في أشياء يبتلى الله بها العباد يختبرهم، جعلها الله محرمة إما في صفة من صفاتها أو لأن فيها خبث في نفسها أو لأنها ضارة للإنسان، فحينئذ تحرم أو يحرم على الإنسان أن يطعمها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار، وهي أوسع الأصناف حلا. نعم، كل الحبوب كل الثمار حلال. نعم. ودخل فيه حيوانات البحر، صيده الذي صيد حيا، وطعامه ما مات فيه. نعم، ربنا جل وعلا أحل صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما يصطاد، وطعامه يعني ما كان ميتا في البحر لم تصده أنت. قد تكون مثل سمكة كبيرة قطعت سمكة صغيرة نصفين، أكلت نصف وتركت النصف الآخر، يجوز هذا أكله ولا يجوز؟ يجوز أكله، مع أنك لم تصطاد، وإنما أحل الله عز وجل صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. والصحيح حل عموم حيوانات البحر، وأنه لا يستثنى منها شيء، كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد، لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة، حتى أن حله عام للمحل للمحل والمحرم. نعم. إن حتى المحرم في حجة وعمرة لو مر على بحر يجوز أن يصطاد ويأكل، يعني ما حرم الله على المحرم صيد البر فقط. واضح؟ طيب كمل. ثم يباح الأنعام الثمانية والخيل وأنواع الصيود. طيب، في بعض الحيوانات البحرية لها أسماء، يعني لو سميت مثلا كلب البحر يجوز أكله ولا يجوز؟ يجوز ما دام هو إيش في البحر. لكن إذا كان هذا الحيوان برمائي يسمون، يعني يعيش بين البر والبحر، هذا مختلف فيه.
هل هو يعتبر من صيد البر أو صيد البحر؟ تمساح، تمساح يجوز أكله أو لا يجوز؟ ترى من العلماء من يجيزه على أنه إيش، لأنه من صيد البحر. بعضهم يقول لا، هو ليس من البحر، هو يعيش في البر والبحر. على كل حال أنصحكم لا تأكلوا التماسيح، ها عساك تنجو منها ما تأكلك. المهم إذا كان الحيوان أكثر يعني ما يعيش في البحر فله حكم صيد البحر. نعم صحيح. ويباح الأنعام الثمانية والخيل وأنواع الصيود والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. طيب الأنعام الثمانية تسمى بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الغنم هذا اسم جنس، ماذا يراد به الغنم؟ الماعز والضأن، كما يقال الشاة. الشاة هذه ماذا؟ اسم جنس، يعني يقصد بها ماذا؟ الضأن والماعز والذكر والأنثى، كلها اسمها شاة. أولم ولو بشاة، ذبحت ماعز أو ضأن ذكر أو أنثى كل اسمه شاة، اللغة يسمى الشاة، وفي الشرع سواء الذكر أو الأنثى الماعز أو الضأن كله إيش؟ شاة. إذن الإبل والبقر والغنم اللي هو انقسم إلى الضأن والماعز، هذه ثمانية أزواج تسمى بهيمة الأنعام. هل يلحق بها الجاموس؟ بعض العلم يقول نعم، لأن الجاموس من جنس البقر، الجاموس غير البقر لكنه قريب منه جدا، فممكن يكون يعني من حيث الزكاة فيه زكاة، لأن الزكاة فقط من بهيمة الأنعام فقط. لو عنده أرانب ولا عنده طيور ولا عنده أسماك هذا ما فيه زكاة، ما لم تكن تجارة فتكون حينئذ زكاتها عروض تجارة لا لأنها حيوانات. الزكاة زكوات الماشية فقط بهيمة الأنعام اللي هي الإبل البقر ويلحق بها الجاموس والضأن والماعز. واضح؟ كمل. ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا إذا قال ثمانية أزواج، ثمانية الأنعام الثمانية والخيل، الخيل أيضا جائز أكلها ذكرا كان أو أنثى، وقد ذبحت فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها، لكن لا يتداول الناس كثيرا لقلتها وحاجة الناس إليها في الجهاد والعمل عليها، وإلا يجوز أكلها. أظن في بلد ما أدري شو ما أعرف ألفظ اسمها يأكلون إلى اليوم، لا في أكثر ها إيه هذا اللي قاله ها، هذا عندهم بكثرة يأكلون لحم الخيل ويحلبونها ويشربون منها، وعلى فكرة يعني شربها لطيف جدا خفيف وفيه سكر. أنا شربت من واحد هنا بالكويت يعني جيد خفيف جدا وفي سبحان الله فيه طعم فيه حلى اللي هو حليب الفرس. نعم. أنواع الصيود أيضا كلها جائزة، والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات، راح يستثنى منها كل ذي مخلب كل ذي ناب، لكن الأصل فيها كل هذه حلى. نعم. ويحرمه ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بأمور. إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف إيش؟ بأمور. نعم. أولا إما أن ينص الشارع على عينه كالحمر الأهلية. الحمر الأهلية كانت سابقا جائزة ثم نسخ الحكم فحرم، كما في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى في الناس أن الله قد حرم الحمر الأهلية، وكان في القدور فأكفئت. وأما لما قيد بالحمر الأهلية دليل على ماذا؟ على جواز الحمر الوحشية. ما الفرق بين حمر وحمر العجمي؟ حمر وحمر كلمتين هذا ما الفرق بينهما؟ حمر الحمار وحمر الإبل.
يلا أبا حمزة، أبا سعد، حمر وحمر. الحمر البقر حمر، تصير بقر. حمر جمع حمار، حمر جمع حمار. أبا الوليد وحمر، إيه اللي هو جمع أحمر. لاحظ حمر، سيل الجواب هكذا، حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر. الآية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة ما هو؟ الأسد أو الصاعد، لما يهجم عليها تنفر. فالكفار عندما يذكرون ينفرون كما تنفر الحمر. وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، مو حمر. حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر، وحمر النعم يعني النوق الحمراء. طيب ما هي حمراء حمراء مثل الشمال؟ لها اسم تسمى حمراء مثل النوق الصفراء، ما هي صفراء ها، لكن لها لون معين يطلقون عليها صفراء. واضح؟ إذا في فرق بين حمر وحمر. حمر الجواب كذا، حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر. طيب كمل. السلام عليكم. الأعلام الحرام الحمر الأهلية، قوية الأهلية دليل على ماذا؟ على جواز الحمر الوحشية. هل يشترط أن تكون الحمر الوحشية مخططة؟ لا، ليس بالضرورة. أنا رأيت حمر وحشية يعني تركض هكذا ما هي تبع أحد في بر، فقال الواحد هذه حمر وحشية وهي إيش لونها عادي. إذن المحرم هي فقط الحمر الأهلية، وكانت حلالا ثم نسخ الحكم إلى التحريم. تمام كمل. أو على حده كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أو على حده يعني أو كما عرف الحد التعريف القيد، كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. واضح؟ الطيور لها أظفار، حمام دجاج أيضا لها أظفار، لكن ما لها مخلب تصطاد فيه. فإن كانت هذا الطير مما من الذي لها مخالب تصطاد تأكل تصطاد اللحوم أو الأرانب والفئران ونحوها، هذا حرام أكلها. طيب طيب الدجاجة ممكن تأكل حيوانات حية؟ فيكم تأكل حتى العقارب، تأكل ديدان، تأكل أفراخ الحمام، ممكن يطيح أفراخ حمام تأكل الدجاجة، تأكل حيات، لكن مع ذلك هي حلال. الحرام ماذا؟ إذا كان لها مخلب تصطاد فيه. واضح؟ طيب كمل. صحيح. ثالثا وإما أن يكون خبثه معروفا إما يعني لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خبيث، لكن معروف عند العرب عند الناس هذا حيوان خبيث. نعم. إما عند العرب ذوي اليسار كما هو المشهور عند الأصحاب، أو لا عبرة بهذا الحد، بل العبرة بخبثه بنفسه وذلك كالفأرة والحية والحشرات. نعم. الفأرة حرام، فاسقة فويسقة، والحية أيضا أمرنا أن نقتل حتى في الصلاة. ولذلك تعجب الناس الآن تشتري حياية وتربيها، هذا حرام أصلا الحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقتلوا الأسودين في الصلاة. ما هم الأسودان؟ الحية والعقرب، مش تربيها وتدفع فيها فلوس، هذا كله يعني حرام لا يجوز. ثم أن هذه أصلا مع خبثها مخيفة، يعني قد تصيب إنسان تلدغه، وقد يخاف منها طفل أو امرأة فيصاب بمرض نفسي وربما يموت. أحيانا الناس من شدة الخوف يموت أو يزيغ عقله، هذا بعد موجود. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترويع، فقال إيش؟ لا يروع مسلم مسلما. تخويف هذا والله يقول لك والله مقلب، لا ممكن يزيغ عقل الواحد خاصة الطفل. ففي ناس عندهم أخلاق سيئة وكل حياتهم مقالب مقالب، هذا كله تقليد للغرب، هذا أصلا حرام. لا يحل للمسلم أن يروع مسلما، يلقي عليه حية
ولا حية صناعية ولا حاجة من النوع، هذا كله حرام. على أنه يضحك، حتى تضحك ما يجوز تضحك بحرام. نعم صلح. رابعا، وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فاسقا، يعني خمس فواسق تقتل في الحل والحرام، إذن هذا دليل أنه يحرم أكله. نعم صحيح. خامسا، أو ينهى الشارع عن قتله. إذا أمر الشارع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله، كالضفادع الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله. نعم صحيح. سادسا، أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما. نعم، تأكل الجيف هذا أيضا حرام أكله. نعم. سابعا، أو متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والعسبار. المتولد بين حلال وحرام كالبغل. البغل إيش؟ عبارة عن يعني حصان وأتان أنثى الحمار، ينزوي عليها فتحمل فتضع بغلا. البغل هذا سبحان الله ما يتكاثر، يعني ما في بغل يتزاود مع بغلة يخلد الحيوان جديد، لا، وإنما تزاود بين الحصان والأتان فيخرج الحيوان هذا البغل، يكون حجمه كبير وقوي، يعني يستعمل في الحمل الأثقال. هذا متولد من حلال وحرام، الحصان أبوه يجوز أكله والأتان أمه يحرم، فيغلب جانب التحريم، فيصير الآن الخيل والبغال والحمير. الخيل يجوز أكلها، البغال متولدة من الخيل والحمر هذا إيش؟ لا يجوز أكله، والحمر لا يجوز أكلها الأهلية طبعا. نعم صحيح. ثامنا، أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة فإنها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض. ثامنا سألكم ثامنا، أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة. فإن الجلالة مثل ما فسر الشيخ تتغذى بالنجاسة، هي دابة، قد تكون ناقة قد تكون بقرة، فتغذت من شيء نجس فظهر ذاك على بدنها ولبنها إن كانت أنثى فيها لبن، تشم الرائحة، واضح أنها إيش؟ قد تغذت على النجاسة، فهذا تسمى جلالة، هذه لا يجوز أكلها ولا ركوبها إن كانت من الحيوانات التي تركب. ما العمل؟ تحبس وتطعم من الطاهر الطيب حتى تذهب رائحتها النجسة وطعم لبنها النجس ورائحة لبنها النجس، ثم بعد ذلك لها إيش؟ حكم الحلال. واضح؟ هذه الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الجلالة. نعم. فإنها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع أكل النجاسة وتأكل الطاهر ثلاثة. ثلاثة أيام تحبس وأكلها الطاهر حتى تذهب عنها آثار النجاسة التي أكلتها. نعم صلى الله عليكم. تاسعا، وإما أن يكون محرما لنجاسته كالدهن واللبن والمتغير بالنجاسة. نعم، الأصل بالشيء أنه طاهر، فإذا وقعت فيه نجاسة غيرته، هذا درسناه في كتاب المياه في باب المياه، الماء كما خلقه الله طاهر، لكن إذا وقعت فيه نجاسة أو مر على نجاسة وتغير أحد أوصاف الثلاثة، يعني لما يقول وتغير يعني لو لم يتغير يبقى على طهوريته، صح؟ ما هي أوصاف الثلاثة؟ طعمه ولونه ورائحته، تأثر بالنجاسة فصار رائحته رائحة نجاسة، أو شرب ولو بالخطأ أو تمضم به أحد فوجد فيه طعم نجاسة، أو لونه أصفر ولا أحمر من نجاسة. إذا ما تغير ولا وقعت فيه نجاسة، كان يكون ماء كثير وقعت فيه نجاسة أو حمام سباحة بال فيه طفل، هذا يبقى طاهرا لأنه ما تغير. فكذلك الأطعمة الألبان الدهن إذا تغير بالنجاسة صار نجسا والنجس لا يجوز أكله. واضح؟ كم؟ عاشرا، وإما أن يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم. نعم، حرام أن يضر الإنسان نفسه، لا ضرر ولا ضرر، لا يجوز أن يأخذ السموم. نعم. الحادي عشر، أو محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيشة. نعم، هذا أيضا تعاطيها شربها حرام لأنه يذهب العقل،
والعقل من الكليات الخمسة التي جاء الشرع المحافظ عليها. وطبعا الخمر حرمت نص القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسك حرام، كل مسك خمر وكل خمر حرام. نعم صليكم. الثاني عشر لكن لابد أن يكون مسكرا، يعني كثير من الأطعمة والأشربة فيها نسب، فيها نسبة، لكن لو شرب الإنسان حتى يشبع ما يسكر. وذاك بعض الأدوية أو بعض كذا يقولك فيها إيش الكحول 1%. طيب لو أخذت العلاج هذا كله، لو شربت يعني ما يملأ بطنك ما راح تسكر. هذا ولو كان فيه نسبة كحول هذا ليس بحرام. لكن لو أن الإنسان شرب الشرب عاديا وأسكر الكثير منه فيكون كله حرام، حتى القليل ما أسكر كثيره فقليله قليل حرام. نعم السلام عليكم. الثاني عشر أو محرما لأن طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف أنفه. نعم، إذا كان الحيوان من شرطه أن يذبح ذكاة شرعية أو يصطاد اصطيادا. ذكاة شرعية ماذا يقصد بها؟ أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، وأن يذبح موضع الذبح إما ذبح أو نحر. طيب إذا ذبحها أو قتلها بآلة غير الذبح أو طيب أيضا بعد، وأن يذكر اسم الله عليها، أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، وأن يذبح ذبحا شرعيا من وضع الذبح والنحر، وأن يكون ماذا؟ أن يذكر اسم الله عليها. إذا اجتمعت الشروط هذه الثلاثة فتجوز هذه الذبيحة. لو ضربها أو أغرقها أو صعقها كهربائيا لا يجوز أكلها. لو ذبحها مجوسي أو وثني أو بوذي لا يجوز أكلها. واضح؟ طيب، أو تموت حتف أنفها. جئت إلى الزريبة ولا القفص وجئت وجدت ذبيحتك ولا طيورك ميتة، هذه ماتت حتف أنفها، لم تذبح بذكاة شرعية ولم تصطد اصطيادا، فلا يجوز أكلها. بأي طريقة ماتت، والله توقف قلبها ماتت، أو نطحتها أختها فماتت، أو وقعت من أعلى فماتت، أو ضربها الضربة على جنبها على رأسها فماتت، يعني سواء كانت موقوذة أو نطيحة أو متردية أو غريقة أو مخنوقة، بأي طريقة من الطرق ماتت بغير الذكاة الشرعية أو الاصطياد مع ذكر اسم الله عليها، فتكون هذه إيش؟ ميتة لا يجوز أكلها. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة. نعم صحيح. الثالث عشر أو يذكى في غير محل التذكية. نعم، كما لو يضربها من بطنها مثلا، يذبحها من بطن، هذا لا يجوز أكله. نعم الرابع عشر أو بغير آلة الذكاة التي تحله. نعم، كما لو ذبح يعني بأظفره هذا لا يجوز. نعم الخامس عشر أو المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي. يعني لابد أن يكون المذكي نعم مسلم أو كتابي. نعم يعني الحين مثلا الضحايا يصير يذبحها كتابي. أي يجوز. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نص القرآن. كتابي يعني نصراني أو يهودي، هذا معنى كتابي. إيه. نعم صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر أو يذكي ويذكر عليه اسم غير الله. نعم، كان يقول بسم الله والمسيح أو بسم الله والزهراء، هذا ذكر اسم الله مع اسم مع غيره. طبعا ذكر فقط اسم غير الله واضح أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، الآية الثانية. كان يقول باسم المسيح، باسم الحسين، باسم علي، باسم الزهرة، بسم الله والمسيح، بسم الله والعيدرو، أي ذبح يذكر الله وغيره أو يذكر غير الله على الذبيحة هذه حرام. نعم صلحكم. قال رحمه الله فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثا محرما، وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. نعم. واعلم أن الخبث نوعان، إحداهما الخبيث لذاته كهذه الأنواع المذكورة فهذا هو المحرم، والنوع الثاني الخبيث لرداءته أو دناءته أو رائحته، فهذا النوع لا يحرم وإنما يكره بعضه في بعض الأحوال.
فالأول مثل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن المراد به الرديء وذلك لا يحرم أكله. يعني واحد عنده تمر رديء يعني أدب تأكل البهائم ما يجوز يخرجه زكاة أو صدقة، هو تمر رديء، تبهتم؟ يعني بعض الناس عنده بخل فإذا أتى لزكاة التمور أو الزروع أخذ الخبيث منها اللي هو أصلا ما يرتضي لنفسه، اللي ما له قيمة في السوق، اللي أقرب ما يطعم للبهائم، وقل هذا الزكاة، هذا لا يجوز. قال جل وعلا ولا تيمموا يعني لا تتقصد الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذ إلا بشق الأنفس. نعم صلى الله عليه. والثاني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاج. هذا الرديء يجوز أكله؟ يجوز، لكن لا يجوز إخراجه زكاة. نعم صلى الله عليه. والثاني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيثا لدناءة مكسبه ولو كان حراما لم يعطي الحجام أجره. نعم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهما أو درهمين، وكان الذي حجمه يقال أبو طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسبه الحجام خبيث، يقول العلم يعني غير طيب، لا أنه خبيث بمعنى حرام، يعني لو أنه أعطاه جعالة من غير اتفاق لا بأس، لو وضع سعرا قال أنا أحجم بالمبلغ الفلاني هذا يجوز أخذه مع الكراهة، فهنا خبيث بمعنى إيش؟ الأولى تركه لا إيش، لأنه محرم. نعم. والثالث كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين. هل يجوز أكله؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب مصلانا، لكن خبيثة رائحتها، واضح؟ نعم. ولم يأكل منها وأمر أن تقرب لبعض أصحابه ولو كان حراما لم يقر على أكلها والله أعلم. نعم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء دليل على جوازه، كما أقر أكل الضب على مائدته، واضح؟ هو ما أكله قال أجد نفسي تعافه وليس بأرض قومي، يعني مكة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيها ونشأ فيها أرض جبلية ما يعيش فيها الضب، الضب يعيش في الصحاري، فلما وضع على مائدته وراه عافته نفسه ما أكل. أحرمه؟ قال لا، لكن أجد نفسي تعافه، أخذه خادم وليد وأكله، واضح؟ طيب صلى الله عليه. قال رحمه الله شروط الذكاء. السؤال 90 ما هي شروط الذكاء؟ الجواب المذكى نوعان، الأول مقدور عليه والثاني المذكى. ما هو المذكى؟ الحيوان الذي يريد إيش؟ نريد نذكيه، سمى مذكى سمى مفعول، فنقول هو نوعان، واحد مقدور عليه. نعم. الثاني غير مقدور عليه كصيد ومعجوز عنه. الصيد واضح، طيور غزلان أرانب، لكن المعجوز عنه قالوا كما لو ثار البعير، هات يتبعون صعب عليهم وربما يهاجمهم، هذا يجوز أن يرمى كأنه إيش؟ كأنه صيد، ويجوز أكله، واضح؟ هاج الثور يرمون رمي كأنه صيد، لكن لو كان الحيوان هادئ ويمكنه تذكيته لا يجوز نرميه كالصيد. نعم. الثاني أوسع من الأول كما يأتي. نعم. والشروط للذكاة والصيد بعضها في الذابح الصائد، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، ربنا يقول إيش؟ وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. الثاني وأن يقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح وعند رمي سلاحه وعند إرسال الجوارح في الصيد. يقول بسم الله، ماذا تسمى هذا بسم الله؟ هل تسمى التسمية ولا تسمى البسملة؟ أبا الوليد بسم الله هذه التسمية ولا البسملة؟ إيش اسمها بسم الله هذه، التسمية ولا البسملة؟ ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إيش بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه البسملة. أحسنت. يعني إذن بسم الله الرحمن الرحيم لقب، البسملة لقب ليش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم، هذه اسمها البسملة.
التسمية هي قول بسم الله. وذاك بعض الناس إذا أراد أن يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم. السنة تقول ماذا؟ بسم الله. وإذا أردت أن تذبح ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ولا تقول بسم الله الله أكبر. المشروع ماذا يا أخوان؟ التسمية لا البسملة. البسملة آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، تجدها في بداية كل سورة إلا سورة التوبة، فتسمى لقب هذه بسم الله الرحمن الرحيم لقبه ماذا؟ البسملة. أما التسمية سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يقول بسم الله، تسمى التسمية. واضح؟ الذبيحة أن تقول بسم الله يعني عليها التسمية عند تحريك يده بالذبح. نعم صلحكم. وعند رمي سلاح، عند رمي سلاحه، وعند إرسال الجوارح بالصيد، إذا أرسل الكلب ليصطاد له أو أرسل الباز الصقور بأنواعها يرسلها يقول بسم الله وينطلق. نعم صلحكم. وأن يكون قاصدا للفعل. أن يكون قاصدا للفعل، يعني لو كان مثلا رمى شيء غرض يتمرن عليه، وإلا به ذهب السهم وقتل صيدا ما يأكل، لأنه ما كان قصده أصلا يضرب الصيد. واضح؟ لا يأكله هو. الآن وضع مثلا شيء ينصبه حتى يتدرب عليه، كما قال رب رمية من غير رمي، فذهب السهم ولا ذهبت الرصاصة فأصابت غزالا ولا أرنبا، لا يجوز أكله لأنه ما قصد أصلا الصيد. نعم صلى الله. وبعضها في الآلة، وهو أن تكون محددة جنب، يعني بعضها يعني بعض الشروط تكون في الآلة من شروط الآلة يذبح بها. نعم. وهو أن تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها. طيب إيش دليل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم صلحكم. ويدخل فيها كل آلة لها حد أو نفوذ كالرصاص ونحوه، إلا أنه يستثنى من هذا الظفر والسن. نعم يعني لو يصيد بالرصاص لا بأس به، يصيد بالسهم لا بأس به، لكن لو أنه أخذ عصا ويضرب فيها الحيوانات التي يصطادها هذا لا يجوز. واضح؟ مثلا يلحق الأرنب ويضرب بعصا هذا لا يجوز، لابد شيء ينهر الدم يخزق كالرصاص كالسهام ونحوه. نعم صحيح. وكذلك جميع لا يجوز أن يذبح يستعمل الظفر ولا السن، الظفر والسن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو إحدى الروايتين، وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم. أما السن فعظم، يعني استقر بأن العظام لا يذبح بها. واحد عنده عظم كبير فخذ مثلا بعير ولا بقرة يحدد ويذبح فيه لا يجوز. نعم. فعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام لا يحل الذبح بها. نعم. ويشارك الصيد الذبح في الآلة، واشتراط التحديد والنفوذ، ويزيد عليه أن يكون أيضا بالجوارح المعلمة. واشتراط التحديد يعني أن يحد شفرته حتى تكون صالح الذبح، والنفوذ يعني يضربه بشيء ينفذ إلى جسمه، ليس بعصا أو بالنعال، الواحد يروح يصد اليربوع فيلحق إيش بالنعال، هذا ما يجوز أكله. واضح؟ طيب صلحكم. ويزيد عليه أن يكون أيضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصيد بنابه ومخلبه. تمام. نعم. ويشترط في هذه الآلة أن تكون معلمة تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا دعيت، ولا تأكل من الصيد إذا كان كلبا. طيب ويشترط في هذه الآلة اللي هي آلة الصيد اللي هي أن تكون معلمة، وما علمت من الجوارح. إذا كان هذا الحيوان لم يتعلم بعد يذهب يصيد لنفسه لا يجوز أكل صيده، لابد أن يكون إيش قد علمه صاحبه على الصيد. طيب كيف نعرف الآن هذا تعلم أو ما تعلم؟ قال إذا أرسلت وتنزجر
إذا دعيت، إذا هو أطلقها لتصطاد له ذهبت، وإذا دعاها رجعت، وإذا قال توقف توقف، يعني تدرب الحين الكلب أو الفهد، واضح؟ طبعا هذا ما يأتي إيش مع الطيور، الطير تنادي هذا ما يرجع، تنادي يرجعك، لا، هذا في الكلاب والفهود تعلم، الطير يعلم كيف يصيد ويدرب على ذلك، لكن هو حتى لو ما علمته أصلا يعيش على الصيد، واضح؟ ولكن المقصود أنه ممكن يعلم أكثر، لكن هل يقال في, 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 في الطير في الصقر أيضا ناديه انزجر؟ لا، واضح؟ طيب صحيح. وبعض الأصحاب قال التعليم ما يعد بالعرف تعليما وهو أقرب، حسب عرف الناس أنه تعلم يسمى معلم أو متعلم، نعم، وهو أقرب لظاهر الآية ولسهولة الأمر. يعني ذكر بعض العلم فضل العلم، من فضائل العلم استدل به قال حتى أن الصيد المعلم جائز والصيد غير المعلم لا يجوز، من فضل العلم، العلم له فضائل كثيرة من الأدلة، منها قالوا شوف الكلب الذي المعلم صيده حلال وغير معلم صيده حرام، نعم. صلى الله عليه وسلم. وأن يذكر اسم الله عند إرسالها، يقول بسم الله ويرسلها، نعم. والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله. طيب واحد راح صيد من الفجر، كل مرة يرمي يسمي، كل مرة يرمي يسمي، أحيانا يطلع الصيد مفاجئ ولا لا؟ عوازم علمونا صح، مرة فجأة له طالع تلقى يرمي يقول ما سميت، الذي يبدو والله تعالى علم أنه إيش إذا خرج بداية الصيد سمى، هذا إيش للصيد كله، إذا استراح وجلس فترة طويلة قيل وريح وطلع يسمي مرة ثانية، أما كل مرة يسمي كل مرة يسمي هذا فيه مشقة، وغالبا إيش الصيد يكون مفاجئ، فيكفي أنه في أول ما يبدأ بالصيد يقول بسم الله الله أكبر ويتتبع الصيد، نعم. صحيحكم. والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم فإنها إذا كانت معلمة فإنها بمنزلة النائب عن صاحبها، ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجب للحل، نعم. ومنها شرط متعلق بالمذبوح وهو أن يذبحه وفيه حياة مستقرة، أن نذبحها في حياة مستقرة، يعني لو مثلا نطيحة نطحتها أختها أو صاحبتها أو ذكر أو أنثى ثم ما زال حيا أو متردية سقط من مكان عالي لكن ما زال فيه روح واستطاع أن يتدارك ويسمي بسم الله والله أكبر يذبحها جازت، لا بد أن يكون في حياة مستقرة ولو في النمغ الأخير ويستطيع يستدرك ويذبحها حلت، لكن لو ذهب يبحث عن سكين رجع ولا ميتة وهي متردية مكان عالي أو نطيحة أو منخنقة لا يجوز أكلها، لا بد يكون فيها روح قبل حتى تذبح، نعم. صراحة ما يقطع مع أنه لو تركها وهي نطيحة ولا متردية ستموت يعني، ها، لكن إذا أدرك وذبحها جاز، نعم. ما يقطع حلقومه ومريئه فإن قطع الأوداج فهو أكمل، فإن كان صيدا أو معجوزا عنه فبأن يجرحه في أي مكان من بدنه، واضح، يعني الذبح يكون مريئه يذبحها والحلقوم، بينما الصيد يرميها من أي جهة، بالرأس بالصدر بالظهر المهم يصيدها، نعم. صلى الله عليكم. فائدة: تبين مما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام، الأول قسم يحل ذكي، يحل قسم يحل ذكي أو لم يذك، وذلك كحيوانات البحر والجراد، نعم. وقسم لا يحل ذكي أو لم يذك وهي الحيوانات المحرم أكلها، يعني الحيوان المحرم أكله خنزير حتى لو ذكيته حتى لو ذكرت اسم الله عليه يبقى حرام، بينما صيد البحر لا يحتاج لا تذكية ولا تسمية، نعم. صلى عليكم. الثالث يعني بقى لا يحتاج تسمية عند صيده لا عند أكله، يعني لو وجدت سمكة على المائدة تسمي ولا ما تسمي؟ سمي، لكن لو أنت تصيد ها
ما يحتاج لك تسمي. نعم صلحكم. والثالث باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم إذا لم توجد. نعم استمع. باب اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث. نعم في يمين الآن دخل موضوع آخر عن الأيمان والنذور. طيب ما هي اليمين؟ السؤال 91 ما هي اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب طيب. اليمين أن يحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ويعقدها بمعنى أنه إيش أراد أن يمنع نفسه فعل شيء فلاني أو أن يلزم نفسه بفعل شيء فلاني تسمى يمين منعقدة. ما ضابطها؟ أن يقسم بالله عز وجل باسم من أسماء أو صفة من صفاته على شيء في المستقبل ولو المستقبل القريب يعني بعد دقيقتين ثلاث بعد ساعة أنه لن يفعل كذا أو أنه قال والله أقسم بالله لا أفعلن كذا. إن أقسم أن لا يفعل كذا أو أقسم أنه سيفعل كذا متى؟ المستقبل. هذا اسمه يمين منعقدة. إذا أراد أن يقطع هذا اليمين ويأتي ويفعل ما أقسم أن لا يفعل أو يترك ولا يفعل ما أقسم أن يفعل يعني يخالف ما أقسم عليه يقال عنه ماذا؟ حنث. وهذا اسمه الحنث. فحينئذ تلزمه كفارة يمين على ما سيبين ما معنى كفارة اليمين. واضح؟ طيب واحد أقسم بالله أقسم بالله أني ما رأيت فلان أو ما أخذت كذا ها؟ هذا اسمه كذب إذا كان كذابا أو يكون صادقا إذا كان صادقا. فيه كفارة يمين؟ ها؟ ما في كفارة يمين. لو قال واحد فلان سافر وين فلان سافر يقسم بالله أنه سافر وهو صادق أو حتى كاذب هذا ما فيه كفارة يمين. إن كان صادقا فالحمد لله أقسم وقد صدق وإن كان كاذبا أثم بذلك ويلزمه أن يتوب الله عز وجل. متى على كفارة يمين؟ إذا أقسم على شيء في المستقبل يفعله أو لا يفعله فذهب ولم يفعل ما أقسم أن يفعل أو ذهب وفعل ما أقسم أنه لن يفعله هذا يقال عنه حنث وتلزم كفارة يمين. واضح؟ طيب كمل. الجواب وبالله التوفيق حد اليمين والقصد بها. ما معنى حد؟ تعريف. نعم. تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم طيب حد اليمين هو القصد بها تأكيد الأمر يعني يحلف يقسم يؤكد أنه سيفعل كذا أو لا يفعل أن كذا أو سيفعل كذا أو لا يفعل كذا مع ذكر معظم. وهذا المعظم هو الله وحده لا يجوز الحلف إلا بالله وحده. نعم. ولما كان هذا موضوعها لم يصح الحلف إلا بالله تعالى ولم يصح بالمخلوق لأنه يجب تخصيص الباري بالتعظيم وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه. طيب ولذلك لو أقسم بغير الله على أنه يفعل كذا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه برأسه بحياته بروحه بدفنة فلان ما تنعقد اليمين عليه كفارة يمين؟ ما عليه كفارة يمين لو فعل ما أقسم بغير الله أن لا يفعل أو لحب بغير الله أنه سيفعلن كذا وكذا ولم يفعل ما عليه كفارة يمين. لكن ماذا نقول له؟ عليك التوبة والنصوح إلى الله عز وجل. إذا أخطأت وحلفت بغير الله ماذا يلزمك؟ أن تقول لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزة وكان يقسم بها معتادين فقال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين قال من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. بعض الناس هكذا يقسم بالذمة ولا بالشرف ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كله قل لا إله إلا الله. لو أقسم بغير الله يمين منعقدة أن يفعل الشيء الفلاني أو أن لا يفعل في المستقبل فبما أنه حلف بغير الله لا تنعقد. نعم تفضل. صحيح. والأيمان التي يحلف بها الناس أقسام أحدها محرمة غير محترمة كالحلف بالمخلوقات والأنبياء والكعبة ونحو ذلك. نعم. فهذا محرم بل شرك ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة لأن الكفارة يقول هذا الشرك إذا حلف بغير الله. لكن الشرك أصغر ولا أكبر؟ الأصل هو أصغر الشرك اللفظي أصغر ما يقول من الإسلام اللي يقوله النبي ولا بذمتي ولا برأس أمي وأبوي ونحو ذلك هذا شرك أصغر
ومعنى أصغر يعني بالنسبة للأكبر، ولا هو أكبر من كل الكبائر، مش معنى أصغر يعني صغير، لكن هو بالنسبة للشرك الأكبر المخرج من الإسلام يسمى أصغر. إلا أنه في بعض الأحوال ممكن يكون هذا الحلف بغير الله شركا أكبر. كيف؟ قال كما لو حلف بغير الله واعتقد أن المحلوف به هو كعظمة الله أو أعظم من الله، هذا يوجد. فحتى بعضهم أنه إذا أراد أن يحلف ويكذب حلف بالله، لكن إذا أراد أن يحلف يمينا لا يتجاوزها ويصدق فيها حلف بالولي الفلاني. حتى إذا رجع في ذاك لماذا؟ يقول لأن الله غفور رحيم، لو أقسمت بالله وكذبت يعني غفور رحيم، لكن الولي ولا السيد هذا إذا حلفت فيه وكذبت يغضب غضبا شديدا. هذا معناه أنه جعل المخلوق، جعل غضب المخلوق أشد من غضب الله. والله ما في شيء أكمل منه سبحانه وتعالى، حتى غضبه جل وعلا، حتى سخطه، حتى عذابه لا مثيل له. فما يقال الولي يغضب غضب أشد من غضب الله. إذا أقسم بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به كعظمة الله أو أشد من الله أو أعظم من الله، هذا يكون من الشرك الأكبر. وعامة الناس إذا حلف بغير الله ما يعتقد بأن المحلوف به كعظمة الله وأعظم من الله، فهو من الشرك الأصغر، وكفارة أن يقول لا إله إلا الله. نعم صلح. قال رحمه الله لأن الكفارة وحينئذ لا تنعقد به اليمين ولا كفارة اللي هو الحلف بغير الله، لأن الكفارة بالأيمان منعقدة، ولأن القصد بها التكفير عن انتهاك الحرمة، وهذه لا حرمة لها من هذا الوجه. طيب والثاني؟ والثاني مشروعة منعقدة بالإجماع، وهي اليمين بالله على أمر مستقبل قاصدا لعقدها. واضح؟ أن يكون يمين بالله على أمر في المستقبل يفعل أو لا يفعل قاصدا لعقدها، هذا الشرط الثالث. احترازا من ماذا قاصدا لعقدها؟ من اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو فإيمانكم، كما فسرت عائشة ذلك رضي الله عنه فقالت هو قول الرجل لا والله نعم والله، تفضلك لا والله لا شبع تفضل بعد أكل تو يقول لا والله رأيت فلان لا والله ما رأيته من فلاني رأيته صح، هذه فيها كفارة لا والله نعم والله لا كفارة فيه تسمى يمين لغو، لا والله نعم والله. واضح؟ إذا قال إيه والله نفسه لم يقصد إيش أن يعقدها، ولكن ما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله بلغو أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان، عقدها يعني أكدها بأني فعلا أقسم بالله لن أكلم فلان، أو أقسم بالله لن أسافر مع فلان بعد اليوم، أو أقسم بالله سأذهب وأقول له الكلام الفلاني، هذه عقدها اسمه. أما لا والله نعم والله هذا معفو عنه، قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم. نعم صلاتكم. فهذا إذا فعل المحلوف، إذا حلف بالله باسم من أسمائه أو باسم من صفاته وعلى أمر المستقبل أن يفعله ولا يفعله، وكان قاصدا وليس لغوا انعقد يمين حياته، فهذا إذا فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله غير ناس ولا جاهل، فعليه كفارة يمين، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني إذا أقسم يمينا منعقدة على شيء في المستقبل يفعله أو شيء لا يفعله ثم خالف في ذلك، ماذا قال عنه؟ حنث، لزمته الكفارة، وإطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحيو رقبة. هنا أو يعني دليل على ماذا؟ على التخيير، هذا أو هذا أو هذا، واحد من 3، إما طعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهليكم، يعني ليس الطعام الفاخر ولا عاد اللي هو تمشي حالك آخر الليل تأكله، لا شيء متوسط. واضح؟ أو كسوة تصح بها الصلاة تستر العورة، هذا أو هذا، أو تحيو رقبة مملوك تشتريه ولا مالك من قبل وتعتقه، هذا بالاختيار بين 3. فمن لم يجد لا هذا ولا هذا ولا هذا فصيامه 3 أيام، لازم تكون متتالية الأفضل، لكن لو صام متفرغ أيضا يجزئه،
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يعني الحمد لله أن هذا اليمين لو عقده إنسان له مخرج، فلذلك لعلكم تشكرون يعني لكي تشكروا الله جل وعلا أن جعلكم مخرجا، لا أن واحد إذا حلف خلاص ما يقدر يتراجع. يتراجع حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. لكن السؤال هنا هل يدفع الكفارة ثم يأتي ما أقسم أن يأتيه أو ما أقسم أن لا يفعله، ولا بعد ما يفعل يعني بعد ما يحنث يكفر، ولا قبل أن يحنث يكفر، ولا يجوز هذا وهذا؟ يجوز هذا. شفيكم يجوز هذا. يجوز هذا. ها أبو الوليد واحد حلف ويبي تراجع الحلف إيه يصير يدفع قبل، يعني مثل قال أقسم بالله أسبوع القادم ما راح أسافر وغير رأي بيسافر، قال والله ما أسافر الأسبوع الجاي راح غير رأيه تكفر وتسافر، وإذا سافر رجع كفر يجوز؟ ولازم أول شيء يكفر بعدين يسافر. أي زي هذا ضيف المعلومة هذه ضيف لك الآن، يجوز أن يأتي بالكفارة ثم يحنث ويجوز يحنث ثم يكفر، خلاص يجوز هذا وهذا، خاصة اللي ما يجد ما إلا صيام ثلاثة أيام. ما نقول أول شيء صوم بعدين افعل، كما لو قال أقسم بالله لن أكلم فلان خلاص صالح عوم قال يلا خلاص بكلمه، قل لا أول شيء روح صوم ثلاثة أيام بعدين تعال كلمة، ولا يجوز كلمة بعدين يأتي بالكفارة؟ يجوز. نعم يجوز أن يأتي بالكفارة قبل أن يحنث وبعد ما يحنث. ماشي وليد؟ تمام كمل. والثالث يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والإجماع وهي الظهار، فإنه مع تحريمه هذا شيء خاص يقسم بالله، ها يعني حتى لو ما قال أقسم بالله وإنما قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، لو قال أنت علي كرأس أمي كذلك، كبطن أمي كذلك، لكن هم المشهور عندهم يقول لها أنت عليك ظهر أمي، لكن لو قالها غير الظهر الرأس ولا البطن أيضا هذا يعتبر ظهار لزوجتي خاصة. طيب لو قال أنت عليك ظفر أمي كشعر أمي كعرق أمي هذا ليس بظهار، لازم يقول إيش شيء يعني ما ينفصل، واضح؟ إذا انفصل تذهب معه الحياة. طيب فإنه مع تحريمه أنه منكر من القول وزور. نعم هذا منكر من القول، ما هي أمك كيف تقع عن زوجك أنها أمك، كنت عليك ظهر أمي، ما هي لك ظهر، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، مش هذه زوجتك. نعم فإن يمينه فيه الكفارة فإتق، فإن لم يجد فصيام شهر. أول شيء يعتق رقبة، إذا ما وجد بنص القرآن ها فتح رقبته من قبل أن يتباسى. طيب بعدين فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا كان يقدر على الصوم لا يجوز أن يطعم 60 مسكينا مع قدرته على ماذا؟ على الصيام شهرين متتابعين، هذا تسمى كفارة مغلظة عتق رقبة. فإن لم يجد كما هو حال اليوم وتعذر يجد رقاب يعتقها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. الرابع يمين محرمة وهي محترمة على المذهب وهو الصحيح، ويدخل فيها أن يحرم الإنسان على نفسه طيبا من طيبا من سرية أو طعام أو من سرية أو طعام أو شراب مباح أو لباس. يحرم على نفسه مملوكته ألا يطأها مثلا، حرم على نفسه كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه حرم على نفسه مملوكة سرية، وقيل أنه حرم على نفسه العسل، يعني في رواية هكذا. فأنزل الله عز وجل جل وعلا لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نعم مباح أنه يحرم عليه أحسنكم فإنه يحرم عليه أن يحرم ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم يحرم الشيء غير المتنع، لو قال واحد قال أقسم بالله ما أكل هذا الطعام، واحد يخفف وزن قال أقسم بالله ما
شهر ما أكل الخبز ولا شهر ما أكل التمر ولا ما السكر أتجنب، هذا ما حرم لكن منع نفسه. لكن نعم تفضل، لكن إذا قال حرام علي أن أكل الطعام الفلاني هذا الذي لا يجوز، أما تمتنع الطعام الفلاني كيفك. نعم. ثم ذكر بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة. نعم. وهذه اليمين هذا التحريم ينزل منزلة إيش؟ اليمين. لو إنسان حرم نفس الشيء من المباحات تحريما فإنه يعود ويكفر عن يمينه ويأكل أو لا يأكل راجع له، لكن التحريم يجعله حراما عن نفسه وقد أحله الله لا يجوز، عليه كفارة. نعم. صحيح. هذه اليمين وإن لم تكن بسم الله تعالى فإنها تضمنت إلزام نفسه بتحريم ما أحل الله عليه من المباحات، فكأنه عقدها بالله. نعم. ونظير ذلك إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني ونحوه فإنه، طبعا ما يقول فإنه، يقول عن نفسه فإني، لكن هذا الضمير يرجع بهذه الطريقة حتى يكره يقول عن نفسه. المتكلم ماذا سيقول؟ إن فعلت كذا وكذا فإني، مثل إيش الظهار ماذا قال؟ قال والخامسة أن لعنة الله عليه، ما راح يقول عليه، ما راح يقول علي. وفي المرأة والخامسة أن غضب الله عليها، ماذا تقول في اللعان؟ تقول علي. فهنا إذا قال عن نفسي إنه يهودي لم يفعل كذا أو نصراني هذا لا يجوز حتى لو كان صادقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإنه محرم جدا، ومع ذلك فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وقيل لا كفارة في هذا والله أعلم. الخامس يعني قيل عليه كفارة وقيل ليس عليه كفارة. قال عن نفسي إنه يهودي إن لم يفعل كذا وكذا، أو إنه يهودي أو نصراني أو إنه بوذي، أو قال إنه يخرج من ملة الإسلام إن كلمه فلان حتى يريد أن يلزم نفسه، هذا لا يجوز. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو رجع لا يرجع سالما، يعني لن يسلم له دينه كما قبل أن يقول هذه الكلمة، لأن الناس في ناس يتفننون بهذا الشيء ويلعن وشيل وحط وعساني ما أصبح وعساني أنشل وعسى أطرافي مش يصير فيها وعسى، هذا كله لا يجوز، ما له داعي. عظم الله عز وجل، احلف بالله وخلاص، أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني أفعل. هذا في ناس يعني يسرف يسرف، وفي ناس للأسف اللي أمامه ما يصدق، ألا يقول الحرام والطلاق والحرمات وعساني أنشل وعساني ما أصبح الصبح وعساني أفقد عيال، هذا كل ما له داعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف لكم بالله فصدقوا، صدق الله حلفك بالله، لأن هذا تعظيم لله عز وجل، كاذب الله يحاسبه. وأسوأ من ذلك أنه يأمر أن يحلف بغير الله، إذا رآه ممن يحلف بغير الله قال لا احلف بالعباس، لا ما يجوز أن تأمر بالشرك، المفروض إيش؟ تأمر بالتوبة إلى الله عز وجل، لا أن تأمر بالشرك. نعم. صلى الله عليه وسلم. الخامس أيمان الطلاق التي بصورة التعاليق، وهي أيمان يقصد بها الحث على فعل أو على تركه أو التصديق أو التكذيب، فالأصحاب أجروها مجرى التعاليق المحضة حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بها وهو المفتى به في المذاهب الأربعة. أوه أمر خطير. انتبه. إذا قال عليه الطلاق إن تموت ذبيحتك، إن ما ذبحها وعشاه ترى وقع الطلاق. أوه خطيرة جدا. المذاهب الأربعة لهذا، يعني كأنه طلاق معلق، كأنه قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا علقوا على الفعل، هذا الحق هو إيش؟ تلفظ بالطلاق. الآن بقي ماذا؟ أن تفعل أو لا تفعل ما علقوا عليه، إذا فعلت وقع الطلاق. يقول كذلك لو أنه ألزم نفسه قال عليه الطلاق لا أفعلن كذا، إن لم يفعل وقع الطلاق. شيكم طالعين كذي ها؟ الطالع والنازل تفعل ذاك الناس ها؟ هذا على مذهب، كمل شوي نريحكم. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الأيمان، قالوا لا هذا ينزل منزلة اليمين، إن فعل قال علي الطاق لا أفعل أو علي الطاق لن أفعل والتزم ما عليه شيء،
إن لم يلتزم بما قال عليه كفارة يمين، لأنه أصلا ليس له قصد في تطليق زوجته، هو قصد ليش؟ أن يلزم نفسه أن يذبح الذبيحة ولا أن يذهب إلى كذا. تحسب طلقة ولا ما تحسب؟ هذا الكلام يقول لك أربع مذاهب يحسب طلقة، خلاص إذا قالها مطلقة، إذا ما فعل، إذا قال عليه الطلاق أن تموت ذبيحتك، إذا ما ذبح ذبيحته وقع الطلاق. ويقول الشيخ سلام تيمية طائفة من العلم قالوا لا، هذا يعتبر مثل لو قال والله العظيم تموت ذبيحته، ينزل منزل. لكن الآن السؤال، إذا المسألة في هذا الخلاف القوي، مذاهب الأربعة يقول يقع الطلاق، ليش تدخل نفسك في هذا المتاهة؟ ما أنت ملزوم تقول عليه الطلاق وعليه الحرمات والطالقات. بعض الناس يقول شو أسوي؟ إذا ما قلت هالكلام قال دعوة باردة، خلي يقول إن شاء الله يروح وما يرجع. هتروح تدخل نفسك بين زوجتك وعيالك وكذا، حرمات يعني يتفننون. ولذلك أنا يعني مرة واحد اتصل فيني وقال لي إنه قال كذا عليه الطلاق ومش عارف إيش. قلت طيب أنت ليش تقول عليه الطلاق؟ قول له تفضل، إذا ظروفه تسمح وحب إنه يستجيب لك فبها ونعمة، وإلا يسافر ولا مرتبط ولا. ليش العماد لله؟ هل تعلم أنك أنت تطعمه لوجه الله؟ أنت تريد تطعم لوجه الله، مثل ما تصلي لوجه الله، صوم لوجه الله، تطعم. إنما نطعمكم لوجه الله، نص القرآن. أنت عشى فبها ونعمة، ما تعشى ما يشوف شر، حسب ظروفه، يمكن يسافر، يمكن حاجز، يمكن مريض، يمكن ينام مبكر، ما تدري، يمكن في ناس حاجزين قبلك. فليش قال تدري أنا مطوع؟ كلمة بالهاتف قلت شنو مطوع؟ وإذا أنت مطوع؟ كان أول مرة أسمع أنه بعد عزم واحد لوجه الله، حاول أفكر فيه لوجه الله، بس عشان إيش ما يأكل وجهي، ما يقول ما عزمني، ما يقول عزيم تباردة. شفت فاتك من الأجر كثير، يا ما ذبح ذبائح وأنت تظنها بس هي من عادات والتغل. لا، لازم تتغرب الله بيطعم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه عبادات تقرب بها العبد الله عز وجل. فأنت ادعو ولزم عليه، إذا شفت أنه خايف أنه مستحي، خايف أنه متردد، يا أخي إذا ما عندك ارتباط، إحنا حابين أنك تغدى عندنا، تعشى عندنا، أنا طالبك. أما الطلاق وحرام هذا كله لا يجوز أصلا. ثم أفرض ما تعشى عندك، على المذاهب الأربعة يعتبر طالب، تعتبر مرة طالب. صح في قول آخر، لكن ليش لماذا دخلنا نفسي أنا في المتاهة هذه؟ كبعض وصل بيتخلص من حرمتها فرصتها، يقول التكوى لا توافق عشان يمكن، ما الله أعلم. على كل حال أمسكوا نساءكم، ها خيركم خيركم لأهلي، هذا يرباك على زوجتك وأنت مو متزوج، يرزقك الله يا عبد الرحمن. طيب كمل. قال وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يدخلوها في عموم الأيمان، لأن عقدها عقد الأيمان والقصد بها ما يقصد بالأيمان، فجعلوا فيها إذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق. وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير مما كتبه وقررها ورد حجج من خالف فيها. شو لكن ما رجح شيء فيها، مستعدي ما رجح شيء فيها في الموضوع. نعم. صحكم. السادس نذر اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب. فهذا النوع لا يختلف. طبعا النذر هو ايش؟ كما سيأتي في الباب اللي بعده، يفرق بين اليمين وبين النذر، يعني هو أن يلزم نفسه بعبادة بفعل لم يلزمه الشرع أصلا، لكن هو الذي ألزم نفسه، هذا النذر. نعم. لكن نذر اللجاج والغضب، نص المناقشة نص مش مشاجرة، قال نذر علي ألا أكلم فلان، ها هذا ينعقد أو لا ينعقد؟ قال فهذا النوع لا، هذا النوع لا يختلف المذهب أنه جار مجرى اليمين، فيه الكفارة كفارة اليمين. النذر مثل هذا عليه كفارة يمين، لا يلتزم ويوفي بالنذر، لكن عليه كفارة يمين. نعم. وكل الأيمان المنعقدة لا كفارة فيها إلا بالحنث. إذا ما حنث ما عليه شيء، قال أقسم بالله لن أسافر مع فلان بعد اليوم، وفعلا ما سافر حتى مات، ما عليه شيء. لكن إذا عاد يريد أن يسافر معه وقد أقسم أن لا يسافر، هنا الكفارة. نعم. صلكم. الحنث قد يكون مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس. نعم. ولا تجعل الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني واحد أقسم بالله ما عاد أكلم والدي، لا ما يجوز. أقسم بالله أني ما عاد أتكلم مع أخي، هذا قطيعة رحم، لا يجوز. أقسم بالله أني أضرب فلان، ولا يحق لك أن تضربه، ما يجوز.
أو أنه يصلح بين الناس وصارت المشكلة، قال قسم بالله لن أصلح بين اثنين بعد اليوم، لا يجوز. واضح؟ لا تجعل اليمين عارضا لك من فعل البر أو التقوى أو الإصلاح، تجعله عارضا. نعم، لا تجعل. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد يكون منهيا عنه إذا حلف على فعل هذه الأشياء. نعم. وقد يكون مباحا في المباحات. نكتب هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.